احتفالاً بمرور 100 عام على إنشائها، استضافت سوق سان ميغيل الشهيرة في مدريد العائدة إلى مطلع القرن العشرين عرضاً خارجاً عن المألوف لأوركسترا فيينا النباتية وآلاتها الغربية المصنوعة من الخضار. ومنذ ساعات الصباح الأولى وقبل فترة طويلة من الصعود إلى المسرح، بدأ العازفون العمل على نحت الجزر والكرفس والقرع واليقطين، وكلها منتجات طازجة أخذت من السوق. التحدي يكمن في الوصول إلى مكان ما والعمل مع ما نقع عليه فيه. باذنجان الفلبين مختلف كثيرا من الباذنجان الذي نجده في إسبانيا، لكن أظن أنه أينما تواجدنا نحن قادرون على صنع آلات. ومنذ تأسيسها في العام 1998، ألفت الأوركسترا النباتية مقطوعات متنوعة تتراوح بين الموسيقى العصرية والجاز والموسيقى الإلكترونية، وقد أقامت حفلات في مدن كبيرة في العالم من بينها باريس وهونغ كونغ وموسكو وإسطنبول ولندن وسنغافورة وبيروت.